ومعنا لمزيد من التعليق عبر الهاتف السيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك سيد عمر. إذا هناك نواب يؤكدون استمرار الخطف والتهجير والقتل في العراق في محافظات ديالى والأنبار وبابل، كيف تفسر ذلك مع إعلان الحكومة سيطرتها على مدينة الموصل ومدن أخرى، وإعلان الحكومة نهاية ما سمته الإرهاب بعد معارك الموصل؟ مرحبا بك، حياكم. اذا ما جئنا الى الواقع السياسي او الواقع الحزبي والميليشيات التي تتصرف بهما تجاه المدن العراقيه والسياسات المنتهجه ضد ابناء الشعب العراقي، نجد ان الحكومه الحاليه تمارس ابشع انواع التعذيب والتهجير والفعل القسري وكثره من الممارسات اللا انسانيه التي تقوم بها سواء القوات الحكوميه او الميليشيات، وهذه الميليشيات ايضا يعني بمباركه الحكومه والمرجعيات الدينيه في العراق. هذا الامر يعني عندما نستقبل الواقع فان هذه المدن التي تحاصرها او تقوم بها القوات الحكوميه الحاليه بافتعال الازمات واختلاف الصراعات في هذه المنطقه سواء كانت مذهبيه او طائفيه وغيرها من المسميات التي الحكومه الحاليه، نجد ان وراء هذه كل الاعمال جاره السور كما يقولون، وهي فعلا جاره السور ايران، حيث تقوم هذه القوات الحكوميه بتنفيذ مخطط توسع ايران في العراق ومن ثم نحو المنطقه، وعلى اساس هذه تقوم الحكومه الحاليه بالاعتقال التعسفي بحجه او مطلوبين اجراميا ومن تقوم انهم ينتمون الى داعش وغيرها من التهم التي نسمعها بين الحين والاخر، ولكن المغزى والمقصد واضح لدى العيان ولدى المثقل لهذه العمليات. طيب سيد عمر، يعني الامم المتحده دعت العبادي الى وقف العقاب الجماعي في المناطق المستعاده من التنظيم، لماذا لم تضغط الامم المتحده ومجلس الامن بصفة يعني رسمية ملزمة أكثر على الحكومة لكي تنفذ التزاماتها؟ طبعا الأمم المتحدة بأجهزتها عدا مجلس الأمن هي عاجزة تماما عن تنفيذ قرارات واتفاقيات القوانين الدولية في العراق، وذلك بسبب الضغط الأمريكي على هذه المنظمة، وكذلك فإن مجلس الأمن يرى من مصلحته أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بتسيير دفة الحكم في العراق، وذلك يعني تنازلات وتجاذبات ما بين القوى الفاعلة في مجلس الأمن من روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وهذا كله يعني يبنى القرارات وتبنى القرارات وتبنى على ما تقتضي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامن مع مصلحة روسيا والصين في مجلس الأمن، وبالتالي مجلس الأمن أيضا يترك هذه القضية لأمر الواقع ويترك العنان ويترك العنان للقوات الحكومية بأن تفعل ما تشاء ثم هناك ترتيبات. التيار الصدري استبعد إلغاء ميليشيا الحشد لحاجة العراق لهذه الميليشيات، يعني نسأل هنا أي حاجة لهذه الميليشيات لا سيما مع انتهاء الحرب، وأي خطر يمكن أن تمثله مع هذه الأسلحة المنتشرة في المدن العراقية؟ طبعا بغياب القانون وغياب الخطة الفعلية في العراق فإن قادة الميليشيات هم من يصرحون ويحكمون دفة العراق في الفترة الحالية، وميليشيا الصدر لا يصرح من تلقاء نفسه وإنما بأوامر إيرانية، فضلا عن هذه الميليشيات هي أداة طيعة وأداة منفذة للمشروع الإيراني، وبالتالي يطالب أحمد الصدر وعبد العزيز الحكيم وغيره من المرجعيات الدينية ببقاء هذه الميليشيات لأنها يعني هي الوقود التي تستخدمه إيران في توسعها في المنطقه، وبالتالي تعطي ايران الضوء الاخضر وكافه قاده الميليشيات في العراق بانهم يصوتوا على ابقاء قوات الحشد الشعبي حتى تصل الى ما ترمو اليه ايران. شكرا جزيلا لك سيد عمر فرحان، مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.